احسن من بدالي ذوب سكر ولادي وخد بدالي ساطع عنك الهلالي استغفري يا بنتي ام العشاشي عقولت اني من عبيد الموالي عبيد الرب سيد المخالي ومن مجرى يا بنت ما دي أحوالي أنا خلف يا بنت أنا خلف يا بنت أنا خلف يا بنت ونشفة الريح ونصار فيه نتفاني يا بنت حماي النظر ساعة الطيق شيخ وتخضع على أسبع الرجالي يا كسبكم منا أبكار صعافيك ويا كسبنا شمط اللحام والعيال صباح الخير يمه. متى جيت؟ ما لي زمان يمه، جيت قبل شوي. وين مزنة عنك؟ خبرها نايمة. يجوز راحت لبيتها أو لبيتها لها. تريد شيء؟ لا 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 يمه، ما ودي شيء. أجيب لك ريو يمه. لا بالله يمه، خليك مرتاح. بشي يما؟ لا لا يما ما بشي. أجيب لك ريوك. وش علوم الديرة يا عيد؟ العلوم طيبة بإذن الله. المهم الحين يا خلف، الشيوخ مجتمعين عند ابن قوي وظن انهم لازم يعرفون الرجل. حنا كلنا ممنونين لخلف على ما سواه معنا، فتح اراضي ديرته لاهلنا ومراعيه لحلالنا، وغدينا قوة واحدة وعرب واحدة. لكن خلف من صيته ونخوته نسي ان عنده شيوخ مثله لهم حق عليه يسمع رايهم ويقبل شورهم، وهذا هو وقع منيع عند خشمان اللي حلف يمين
الوقع بين ايديه غير يقتله، وهذه بحقنا كبيرة. لو سمع راي الشيوخ كان الحين ما هو منيع ولا حنا هذا حالنا. السلام عليكم. الشيخ خلف. وعليكم السلام. اي خلف، حين وصلت سمعت ان الشيوخ كلهم منجمعين عند العم والنسيب الشيخ ابن قوين، قلت اجي تقهوى معكم. يا هلا يا هلا ورحمك. هلا هلا بالشيخ. هلا هلا بالشيخ. هلا بخلف. هلا جديعان. حي الله يا طويل العمر. حي الله. حي ودوب. نورت الديرة يا خلف. يا حياك الله. يا حياك الله. تفضل عش تبو. السلام عليكم. عليك السلام. عليك السلام. قهوة للشيخ يا ولد. الحمد لله على السلام. الله يسلمك. لا تعبت. لا ندمت. يا حياك الله والله. حيه ودوم. خلف خلف عاود يمه. الحمد لله على عودته بالسلامة. مزنا ها؟ خذ ولدك وروحي لبيتك بساعة. يلا. زين زين يمه. أنا خايفة. لا تخافي لا تهبين شيء. يلا يلا. جانا العلم أنك وقعت بين يدين خشمان، شلون سلمت منه وهو يريد يقتلك؟ رد جميل يا جدعان، رد جميل. الرجل ما نسى جميلي معه يوم أرسلت بنته ومعها الحلال كله، وفكني وعفى عني ونحر سبع جزر عن يمينه. والشيخ ذياب وش قوله؟ ما شفته ولا ادري عنه شيء. المهم اني عاودت لهلا وديرتي خشمان، ما به خلاف معه. بس بد ما تقع الواقعه ما بين خشمان وذياب. آه يا ويلي. آه 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 آه. مطولة خلفي. استعجل تشوف عيالك. آه مستعجل خلصت من شكاويك وغناجك. أنا محبوس بالبيت ما أنا قادر أروح ميشان من وراك. ما أدري، يجوز اليوم يجوز باكر ما أدري. فواز يا فواز. عندك منو؟ عندك يا علي. هلا هلا. وش في؟ ابشرك خلف عاود الديره وجينا سوا. الحمد لله. وينه الحين؟ بالبيت وجيت اعلمك. الحمد لله الحمد لله. وسالفه منعه بيد رجال ذياب صحيحه؟ ايه بالله صحيح. مين رب العالمين فكه منهم؟ الحمد لله. زين امشي معك اسلم عليه. يلا يا الله. الحمد لله. رحل العم خشبان رحل. ايه رحل. ترجيناه يظل لكنه ما قبل، ما قدر يواجه الناس بعد سواته مع خلف. وين رحل؟ ما عرفت من رحل معه؟ لا يا شيخ ما عرفت. أنا أقول لك وين رحل. قول يا مخلد. عند اللي فكه من بين يدينا واطلق سبيله. خلاف ما هقيت العم خشمان يرحل عنده. الأمر ما هو بيده، بيد اللي تمشيه مثل موتها. تقصد سعده؟ إيه سعده. القلب ما يريد يا الربع، هم عذورة. تريد تقرب من حبيب القلب خلف. عندك دليل على هرجك؟ الدليل معروف. يوم راحت منيعة عنده أرسلها مع كل حلالنا، ويوم قضبت الخاسي وجبته عند أبوها أنكرت إنه هو من خوفها عليه. وجدك دليل أزود من هيك. وليه ما تكون أنكرته؟ خوف إن أبوها يوفي لك بشرطك له.
الرجل نفسه عزت عليه ما قدر ينكر نفسه. اسمع يا مخلد، انت رميت العم خشمان وبنته تهمتين كبار قدامي، واريد منك دليل على ما قلت، دليل ان العم خشمان راح لعند خلف، ودليل ان سعده او يانا خلف. ما عليك زود يا شيخ، صار يا شيخ. هلا 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 بعيالي. هلا بيك يا خالة. هلا يمه. فواز شلون الخية؟ حمد لله يا خالة، تالي لي ليها، انتظر المالود. عخير، يرزقك بولد صالح ان شاء الله. يبارك بيك يا خالة. يمه يا خلف، فرسك ما هي بمربطها، وينها؟ الفرس ماتت يمه. ماتت؟ شلون؟ شلون شلون؟ جتها من نيتها، والخيل واجد فدت هلها. سلم عليكم. ومن الله. ومن الله. ومن الله. وانا اريد اعود لبيتي. سلم عليكم. وانا ودي امشي خلاص. تريد شيء؟ لله، راح تريح انت، تراك تعبت اليوم. اسلم عليك. ومن الله. خلف. اي. ليه ما علمت امي؟ باشر تزعل ان عرفك من غيرك. حين عاود من نابلس علمها. ما تودك تمشي؟ قريب ان شاء الله. مشينا. السلام عليكم. عليك السلام. حي الله بالعم ابو مخلد، تريح. سمعت ان خشمان رحل؟ اي رحل. حنا لنا عنده حق، وانا اريد حق ولدي. وش الحق اللي تطلبه يا ابو مخلد؟ ولدي خاطر بروحه وجاب طلبه، وهذا هو رحل، ورحل حق ولدي معه، وهذا عليها حق يا شيخ. ان كان ولدك حق ياخذه مني. كفو، قولوا فعل. وانا حين اعرف وين رحل العم خشمان اروح له. حيث الحق عندك قريب. تريح القهوه يا ولد.
أريدك تزهم يا مديرة خلف. تعرف العلوم إن كان خشمان نزل بديرته وتعاود. زين وش لي؟ لقي عودين حين تعاود. وأنا قبلت. وإن كان جبت العلوم زينة عن خلف أزيده. أبشر. تدري برحيل العم خشمان؟ يدري. الله يسهل عليه. ليه ما رحلنا معه؟ ليه نرحل يبا؟ خشمان ما رد يزوج بنته للمخلب، عنده سبب يرحل. شلون؟ ليه سعدة ترحل وما تعلمني؟ ولا تيجي تودعني؟ مهما أقعد بغيابها، مهما أروح عين الماء، يبا بنات الديرة ثلاث وكلنا حبنك. لا يبا لا، مثل سعدة بنت خشمان مالي رفيقة. عز الله عز الله فراقها ما يهون علي، ما يهون علي يبا. يا ذكر الله يا ذكر الله. ودياك تضرب بالسيف وتطق بالرمح. يا ذكر الله عليك مزنة. يا عونك. ودمشل نابلس. وش نابلس هذه؟ بلاد بأسواق. أبيع البعارين وأشتري بثمنهم غرضان. إن شاء لك حاجة أجيب لك إياها معي. ومتى بدك تمشي لنابلس؟ باكر باكر بعون الله. خوب. أعطيني أعطيني. تعال 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 يبا تعال تعال. اي هلا هلا هلا. ودي ركبك هالخيل. عوافي يا ميثا. وش تريد؟ رحلة سعدة جيت أنا مكانها تعطر طريقي. لا ما هذا مقصودي. وش تريد؟ أريد أنشدك عن سعدة. أنت رفيقتها وعلومها عندك. ما تعرفي وين رحلت؟ لا ما أعرف وين رحلت. زين ما تدري ويش اللي بينها وبين خلف؟ أصدقيني القول ولك من اللي يرضيك. كافي تنشدني عن سعدة. يا عيب العيب يا مخلد، جوابك ما هو عندي. ابعد ابعد عن طريقي. اسم الله. يلا ذكرى. علامك علامك. ان كان باكر ودك تروح لنابلس، خلنا نروح اقعد عند عيد. لا يمه، والبيت من يقعد به؟ عيد ولدي مثل ما انت ولدي، وعياله يحبوني وانا مقصرة معهم. يمه وكاد بي سبب. وشو؟ ما بي سبب. يمه حرمتك طول النهار عند هلها وانا ظل قاعدة لحالي. خلنا روح اقعد عند عيد. لا حول ولا قوة الا بالله. انشنها راحت البيت اهلها دون حاجة. قولي لها تقعد عند اهلها وما تعاود. وقولي العيد وحرمته يجي عندك لين نرجع.
ما اقدر اتحمل اكثر من هيك، ما اقدر. اصبر يا رجل، علامك انهبلت. امشي تعال عند خلف، امشي يا رجل. ما اقدر اخلها لحالها، لا يطب بها شيء وانا غايب. فواز يا فواز، عندك يا عمه؟ عندك خير يا عمه؟ بشري بعدها يا وليدي، بعدها. ودنا اجي مرة بقوين تعاوننا. وين تناديها؟ انا ناديلك اياها، خليك عندها. زين يا وليدي زين. وش بدي اقول يا مزنة؟ يا خير. ودي اشتقد مع امي وما تفارقينا. وكاد ما بدها وصايا امك بعيوني، عساها ما شكتني عندك. لا لا لا، انا بس اوصيك قبل امشي. امي حرمة كبيرة وانت راية البيت الحين، ودي اشتقد بالبيت ما تطلع منه. ابشر. ارجاك يا خالة، ارجاك امشي معي. خير؟ وش اللي صار؟ ارخيه يا خالة ارخيه، من اول الليل معها وجع، امها تريدك. وكاد ودها تلد؟ اي بالله. ايه ولويش خايف؟ ترى الرجال ما تهاب. اسمع، المالود ما يطلع للدنيا قبل لوانه. توكل على الله وامشي قدامي. لا اله الا الله. يلا امشي. لا اله الا الله. بساعة يا عمه، بساعة. يا بني، البنية بكرية وأول ولد يكون صعب. زين يا عم، بهبساع. إيه لوين جاي وراي؟ روح اقعد بالشق. إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله يفرجها عليها، الله يفرجها عليها يا رب يا رب. فواز يا فواز. بشري يا عمه. مبروك يا ولادي، اجاك توم عيال. توم عيال؟ الحمد لله الحمد لله. ورخيه شلون الحين؟ بخير بخير يما، بخير. الحمد لله على سلامتها، الحمد لله. فواز عندك يا عمه؟ اريدك تجيب 4 ذبايح. لعينات يا عمه لعينات. لك العيل عقيقتين. قبل ما اجيب العقيقتين اريد اشوف رخيه واطمن عليها. هالحين يا ولادي ما هي قادرة، وحين تكون قادرة أنادي عليك تطمن عليها. طمن قلبك يا عمه. الله يديمك يا ولادي. تسلم يا عمه. الحمد لله. الله عليك يا فواز، نولها توم عيال. يا رثعان، لا تظهر زعلك على مخلد قدام الناس. لكن مخلد يا شيخ يقول انه خشمان رحل من الديرة لانه رفض يجوزه بنيته. العم خشمان رحل لانه فك خلف واخت معي فكه، هذا هو سبب رحيله وما به سبب غيره. وانت يا شيخ راضي عن رحيله؟ لا، ما انا راضي. العم خشمان له عندي كل الاحترام والواجب، وانا حين اعرف وين رحل اروح له. عوافي يا خيتي. يا لو سهلة. يا ليتو ألف يا مبروك إن شاء الله. هلا 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 يا بنيتي. شلونك يا خالة؟ هلا هلا يا بنيتي. مبروك ما جات. تسلم. مبارك إن شاء الله يا بنيتي. الله يبارك فيك يا خالة. وشلون العيال؟ زينين الحمد لله. يا حالاتهم. هلا بيكم. هلا يا ابني. سهلا. تسلم يا رخية. السلام عليكم. عليك السلام. هذا بيت الشيخ خلف؟ ايه وصلت، تفضل. اشوف البيت ما ابو ناس. الشيخ ما هو بالديرة، وان كان لك حاجة اخوها الشيخ عيد موجود. لا بالله، حاجتي ما يقضيها غير الشيخ خلف. متى يعاود؟
ها قوتي غيبته طويلة. أعاود لما يجي. أسألك يا أخو، نزل عندكم بالديرة نزيل جديد؟ لله ما نزل أحد. وكاد لو نزل أحد جديد بيت الشيخ يعرف به. أسلم عليك. رق هوا يا رجل. عيش. زعلان؟ شلون ازعل؟ انا جاني عيال اثنين. وش سميتهم؟ الاول شوشان والثاني عمر. لكن تمنيت يجي يبارك لي بيهم خلف قبل ما يمشي. ما حد درى عنه يوم مشى. وانا واخوه وامه ومرته وولده كلنا حولك. اقعد اقعد. متى وصلت؟ توني وصلت. بشر. وش العلوم؟ الشيخ خشمان ما نزل عندهم. الله، من قلت البخت هذه خسرتها. اصبر واسمع الثانية. قول. الشيخ خلف ما هو بالديرة وغيبته طويلة. هذه تاخذ عليها بعيرين، ما هو بعير، بعيرين تاخذهن يوم يعاود الراعي مع البل. تزود بالماء واملأ القرب واثقل البير كلها، ما قدامنا غير هذا البير، طريقنا طويل. أبشر أبشر يا شيخ أبشر. عشت يبا عشت. يلا اصبر يا شيخ، لما يجي دورك ما حد ياخذ دور غيره. هذا خشمان. دور سقايتنا على هذا البير مطولة يبا. أنا أقول نمشي من هنا، قدامنا بير ثاني وكاد نصله قبل يصلنا الدور هنا. علامة يبا أنا حكي معك. ها؟ يبا لازم نشرب ونسقي ابننا، وشا ودك نصير وحنا عطشانين؟ يا بنيتي الغياب قرب. أنا أقول نمشي قبل الليل. وشلون ودك نمشي بالليل وحنا عطاشه؟ نبات هنا ونشرب الماء احسن لنا. اشوفها تسقى مره ثانيه. وش اللي جابك هان؟ شلونك؟ عساك بخير. انت شلونك؟ الحمد لله. يا هلا وغلا. بالمهل. يا محل التصاديف بدون ميعاد.
وين دربك يا خلف؟ كنت متوجه لنابلس لاجل ابيع النياك. ظنيت جاك العلم انه رحلنا، لحقت تدورني. وين ما تكونين يا سعده، ابختي والهوى يرموني يمك. يلا انت ضرت طريق الجزيره، طول لما يجي دوري. هذا ما حد علمني اياها، شوفوا المدرسه. وبعدين ابوي يدورني. هي سلم عليك. امان الله، امان الله يا ريش العين. العلم جيتك معلوم تسر الخاطر. لا تقول لي العم خشمان نزل عند خلف. لا ما نزل. وعيب عليك تتهم العم خشمان التهمة الشينة. اسمع الخبر الثاني بالأول. وش هو؟ خلف ما هو بالديرة، وغيبته طويلة. وين غيبته؟ هذه ما عرفتها، لكن الخبر الوكاد انه ما هو بالديرة، وانا شور عليك اني اغير عليهم بليلة ما بها ضو قمر، احوش حلالهم وعاود به للديرة. انت تغير عليهم؟ ايه، من بعد رخصتك لي. انا اريد تكون غارتي عليهم هي ردنا على اللي سواه العم خشمان معه ونضربه بديرته. زين، متى تغير عليهم؟ لا تعجل بالغارة يا شيخ، خلف غيبته طويلة، وأنا أريد أنقر جالب كيفي اللي يكونون معي بالغارة ويسندون ظهري. بخلد، خبرك هذا سر خاطري وأنا موافق على اللي قلته. روح سوي اللي تبيه، لكن طال عمرك أنا لي طلب عندك. أها مخلد، لا تشرط علي، أنا ما أقبل أي شرط منك. ما هو شرط طال عمرك، طلب صغير ما حد يقدر عليه غيرك. وش هو؟ أريدك تنشد بنت أبو عيدة عن سعدة وخلف لأنها رفيقتها. أنا لو نشدتها ما تعلمني بشيء، لكن إن نشدتها أنت ما ظنيت انها تخبي عنك شيء. هذه بسيطه، انا بعد اريد اتوكد ان كانت سعده ويانا اللي اسمه خلف. بسم الله عليكم. بسم الله عليكم. ما تدري يا فواز وش قد تعبت. تعبتي؟ هي أنا اللي تعبت والله، يوم كنت تصحين يطب ويا الوجع. كلي يا أخي، كلي. ما أقدر يا فواز، ما أقدر. ما يصير. ما أقدر يا فواز، ما يصير يا أخي، حتى ترد لك عافيتك. ما أقدر. إي هذول اثنين ودهم مروة وحليب زايد بعد، ولا لا يبا. اسم الله عليكم، اسم الله عليكم. رفعان ما عنده طلابة مع مخلد ولا عينه على سعد لما يتهمه. عساه ينقتل بكونته ويروح بدم طعان ما حمل دمه بيدي.
من انت يا رجل؟ انا هدلال، عرفت من رجالك ان وجهتكم سوق نابلس. اي صحيح. وش لك باللي بيع لك بعانينا كان ويرايحك من تعب الطريق لنابلس؟ لا لا، لو سمعت كلامك وبعت انهان لا بدي اروح نابلس لاجل اشتر غرضانه ومونا الهلي. انا هقول اسمع مني وارتاح من تعبهن. الثمن الود اخذه هان، اخذ عليه زود هناك، ودي اقطع وادي الشريعه وابيعهن بسوق نابلس. وش رايك بدليل رافقك بطريقك؟ من انا؟ اي حياك الله. الله يحييك. يبا يبا شيخ أبيعب لف يمنا. يا هلا يا هلا بالشيخ أبيعب. يا هلا عليكم. هلا ورحب. هلا هلا تفضل تفضل تفضل. بالله يا هلا وسهلا. قهوتك مشروبة يا أبو عيدة، تعال اقعد. عشت. آه يا الله. أنا قاصدك بحاجة. ابشر، نقدرت عليها اعتبرها مقضية. سمعت عن رحيل العم خشمان؟ إيه سمعت، والقلب حزين على رحيله. القبيلة كلها حزينة. الشيخ من مشايخنا وما يصير يرحل. ما عرفت وين رحل، أريد أرده. ما عارف، الرجل رحل جديد ولزوم يصن العلم وين رحل. زين زين، لي حاجة ثانية. أريد أقعد مع بنتك ميثا. وش تقول يا شيخ؟ سمعت بشي عن سعدة وأريد أتوكد منه من ميثا. زين. ميثا يبا. ميثا خير يبا. الشيخ ذياب يريدش بحاجة. عوافي يا شيخ. عافاك الله يا ميثا. سعد رفيقتك وما هي خافية على حد. صحيح. سرها عندك؟ ما هو بكل شيء. وش تعرفين عن اللي بينها وبين خلف؟ قولي يبا. ما عندي عرفة بشيء. متوقتها. مشكور. تفضل يا شيخ.
تحمى ينضى ساعة الضيق شخم وتخضع على أسبع الرجال يا كسبكم منا أبكار صافيك ويا كسبنا شمط الأحال